أكيد ما زلنا مستمرين معكم، ووصلنا وياكم إلى أول فقرات الظهيرة، وهي فقرة حديث الظهيرة. مثل ما نوهت عن حديث الظهيرة في بداية الحلقة، هو عن فن الكاريكاتير، وأكيد اليوم راح نتناقش به أكثر ويا ضيفنا اللي انضم ويانا في استوديو استراحة الظهيرة، الرسام عبد الله ميثم، رسام كاريكاتير وأيضا مهندس اتصالات. نورتني عبد الله، مساء الخير. حياك الله عبد الله. اليوم راح نتحدث عن فن الكاريكاتير لكن بشكل موسع. اليوم نشوف انه انت من خلال رسماتك انتقلت كثير من الحالات، ووصلت رسائل كثيره من هذا الفن. حدثني اكثر اليوم، من يعني تجيك هاي الافكار، وايضا يعني اليوم تجمع معلوماتك وايضا تطبقها على رسمه وتعبيريه من خلال رسم الكاريكاتير. الافكار غالبا تجينا من يعني المواقف اللي نشوفها بالشارع اللي تمر علينا، قعدات الاصدقاء مثلا ويا العائله، غيرها من هذه الامور، نقدر انه نستجمع من عتفد مجموعه من الافكار، بالتالي اقدر اوظفها انا بالكاريكاتير واطرحها للمتابعين اللي موجودين عندي. الكاريكاتير بيميزه انه هو بسرعه يوصل للمقابل، صحيح، يعني اكثر مما ممكن المقال يسوي او غير شيء. الكاريكاتير كلش سلس مباشره، انه اول ما نطرحها يوصل للمتلقي، فلهذا انا اتجهت في هذا المجال وقاعد اطرح مشاكل هواي موجوده عندنا بالشارع العراقي، وان شاء الله نحاول ان نحل من عندها. نعم. عبد الله، انت اليوم مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي. صح. اليوم شلون تكون توصل رسالتك وايضا افكارك لكن بالاحتفاظ على خصوصيتك؟ يعني اليوم انت ممكن عندك فكره لكن هذه الفكره تحتفظ بها لنفسك. اليوم شلون توصلها للمجتمع لكن بطريقه مختلفه عن اللي ببالك؟ موجود، انت مثل ما تعرفين يا شاهد، انه بالمواقع التواصل الاجتماعي اكفد خانة التعليقات أو خانة الأسئلة، يعني موجودة بكل تقريبا برامج التواصل الاجتماعي. صحيح. فأنا دائما قبل لا أطرح موضوع معين أنه أنزل سؤال أو بخانة التعليقات أشوف المتابعين مثلا شنو اللي يعانون من عنده، شنو المشاكل اللي موجودة، أخذها بنفس الوقت بالطريقة اللي هم دا يتكلمون بها، بحيث أنه ما نتعدى يعني فد خطوط معينة، لا دائما أخليها تكون إيجابية واضحة، وأحاول أبتعد قدر الإمكان عن انه هي الفكره تكون سلبيه، دائما اخذ الشيء الايجابي قلت لك واطرحه. نعم. عبد الله، اليوم نشوف انه مواقع التواصل الاجتماعي صارت بيد الصغير والكبير والمراهق والمراهقه. نعم. اكيد اليوم كل شخص عنده رايه، فشلون تتعامل ويا التعليقات السلبيه اللي اكيد انت تتوجه لك، لانه اليوم ماكو ناجح اذا ما عنده تعليقات أكيد. سلبيه. طبعا هو مو بس موضوع النجاح، انه الموضوع اللي المجال مالتنا الكاريكاتير، اللي انت تنتقدين فد حاله معينه، غالبا تجينا انتقادات سلبيه من الاشخاص نفسهم اللي احنا قاعد ننتقدهم. نعم. اللي هم يقومون بهذه التصرفات السلبيه. حسنا الموضوع وصل له. بالضبط، يعني مسه. فانا شلون اتعامل وياه؟ اتعامل وياه بكل بساطه انه ما ارد عليه. يعني اذا ابقى ارد عليه واتعامل ويا كل شخص مثلا يعلق لي او يوجه لي في التعليق سلبي، انا ما قدرت انه يعني اركز على المجال اللي انا دا اشتغل به. نعم. بالتالي راح يضيع وقتي. اكيد. فافضل حل انه هو التجاهل. يعني عبد الله، اليوم تشوف انه تاثير اصحاب المحتوى الهادف على مواقع التواصل الاجتماعي من بعد الحمله اللي قيمتها وزاره الداخليه على المحتوى الهابط، اثرتوا اكثر؟ التاثير يعني اكو اختلاف كلش كبير صار. بس يعني المحتوى الهابط بعده موجود، بس لكن بنسبه اقل من قبل. احنا هذه مشكلتنا كانت من بدايه ما بلشنا بالمجال مالتنا لحد اليوم، احنا دائما الامور اللي نتطرق لها خلينا نقول فد 60 او 70% من عندها ضد المحتوى الهابط. يعني تعرفين المجتمع مثل ما قلتي انه بي صغير وبي كبير، فدائما مواقع التواصل اكثر مستخدميها هم من الجيل الجديد. صحيح. يعني مراهقين صغار واطفال ايضا يدخلون حتى بحسابات يعني ممكن هم يحطون عمر اكبر. صحيح. فهذا الشيء غلط، يعني احنا اليوم اذا نبقى ان يعني نركز على بس المحتوى السلبي ونوسعه ونوصله، الاطفال اللي قاعد يدخلون راح يتاثرون، بالتالي بالمستقبل هذا الشيء راح ينعكس سلبا على المجتمع مالتنا. فاحنا نحاول قدر الامكان انه نمحي هذه الظاهره من خلال انه طرح محتوى ايجابي للمجتمع من خلال مواقع التواصل اللي احنا بيها. عبد الله، اليوم ماكو اي ربط بين هندسه الاتصالات والرسم. نعم. شلون قدرت تدمج بيناتهم؟ طبعا انا اختصاصي هندسه ليزر والكترونيات بصريه، بس الاختصاص اللي انا دخلت به طورت نفسي به هو الاتصالات والكابلات الضوئيه. فيعني تعرفين انه دائما احنا ندرس في 18 سنه 20 سنه نطور نفسنا في مجال معين، انا شفت انه مو مال اترك الشهاده اللي اخذتها. بالبدايه كان تركيزي كله على الرسم، هسه لا، حاولت انه
ابتعد اي خلاص انه احاول اوافق بيناتهم وادخل للهندسه بنفس الوقت انا ما اترك الرسم اللي هو مجالي اللي انعرفت به واللي قاعد اشوف انه تاثيره كلش كبير على الناس اللي متابعتني واللي ايضا ما متابعتني اللي يوصل هذا المحتوى لان غالبا احنا الامور اللي نطرحها تصير ترند. صحيح. ايش قد صار لك بهذا المجال؟ الكاريكاتير الكاريكاتير انا تقريبا صار 3 سنين 3 سنين و4 قبلها كنت الرسم العادي بعدني مستمر به لكن بشكل اقل يعني او اشتغله لكن ما اطرحه على المواقع مالتي. نعم. عبد الله اليوم تشوف انه فن الكاريكاتير او الرسم العادي البورتري وهاي التفاصيل فتحت باب رزق لك وللشباب الرسامين؟ اكيد البورتري والجداريات وغيرها من الامور حتى الكاريكاتير ممكن انه احنا نستغله. اكو منظمات يعني دائما تتقدم حتى مثلا عندها مناهج معينه كتب اكو فد امور ثانيه ممكن احنا ندخل بالكاريكاتير لكن انا من ناحيتي افضل الجداريات الامور الواقعيه البورترا وغيرها كباب رزق لي بالاضافه للدورات ايضا اللي اخذها تعليم رسم. هو سند نحكي على تطوير لموهبتك. نعم. انت اليوم ذكرت لي قبل ما نبلش بالبرنامج انه انت من كنت صغير صح عندك هذه الموهبه من طفوله شلون اشتغلت عليها ووصلت لهي المرحله من البروفيشنال انت بالرسم الكاريكاتير والعادي؟ طبعا هو اغلب الاطفال التي من تجيهم دائما عندهم حب للرسم شوفوا انه لازم اقلام يشخبط منه ومنه صحيح انا دائما اقول اعطهم ورقه وقلم بالضبط على الحائط هو يعوف الورقه يروح على الحائط يشخبط صحيح فدائما تشوفون هذا الشيء موجود عند الاطفال انا كانت عائلتي داعمه لي من طفولتي فاستغليت هذا الموضوع بالاضافه الى الاحساس اللي انت تحس يعني انا كنت مميز بموضوع الرسم بالمدرسه وغيرها فكانت الاطفال دائما داير مداري المعلمين يمدحون بي من يشوفون رسمي فحبيت هذا الشعور حاولت ان اطور من عنده كانت الرسوم المتحركه اللي تطلع على التلفزيون كلش انا متابع نهم كنت فمن خلال التفاصيل اللي اشوفها بالتلفزيون على يعني الكرتون وغيرها حاولت انه اخذ هذه الخطوط نفسها يعني امثلها على الورق بالتالي تطورت خلال الوقت صحيح تقريبا عمري 16 سنه انه كلش دخلت بالموضوع ذبيت كل جهدي عليه فتطورت بالواقع لدرجه انه تشوفين طباعه يعني الرسمه طباعه تحسيها من قد ما التفاصيل موجوده نفسها هي اللي بالصوره فبعدين مره ما ضبطت هذا الموضوع اتجهت للزيتي واخر شيء انه اتجهت للكاريكاتير حتى انقل افكاري للناس اللي متابعتني حتى انه بالتالي يكون فد شيء ايجابي يعني انا مو بس ابقى ارسم وجوه وارسم جداريات وغيرها لازم اكون فد فكره توصل للناس اللي متابعتني حتى افيدهم. عبد الله اليوم انت كرسام كاريكاتير شنو الالوان اللي تستخدمها؟ انواع الاقلام، الاوراق، هاي التفاصيل. اليوم احنا ويا التطور بعد ماكو اوراق واقلام صار كل الشغل الكتروني فانا اشتغل غالبا على الكمبيوتر او على الايباد يعني اكثر شغلي اللي هو مجرد برنامج انت موجوده عندك الاقلام موجوده عندك التفاصيل مال الورق اللي تريديها كل هذه سهلت الامور سهلت عليكم كثير من الامور تفاصيل كل هذه الامور مجموعه بشاشه واحده اليوم تشوف الكاريكاتير من خلال الرسائل اللي يوصلها اثر اكيد تأثير كلش كبير تاثير الكاريكاتير كلش كبير بحيث انه انت من رسمه واحده هذا الرسمه ممكن تبقى عندك او تبقى ببالك سنين صحيح اكثر من تاثير مثل ما قلت المقال او اي شيء اخر ممكن المتابع او الشخص اللي يحاول انه يكتشف اخبار جديده شلون نقول احنا يبقى بعقله. نعم نعم. عبد الله اليوم وزاره الثقافه تقدم وعود، اكو تنفيذ لهذه الوعود من الدعم؟ من ناحية الدعم ما شفنا في الدعم حقيقي أكو وعود مثل ما قلتي لكن دعم حقيقي ما شفنا لحد هسه يعني حتى المنظمات اللي احنا اشتغلنا وياها أو اللي دخلنا بيها كانت دائما تحصل على وعود من خلال وزارة الثقافة الوزير بذاته لكن ما شفنا فد شيء على أرض الواقع لحد هسه إن شاء الله يعني نتأمل أنه يكون إن شاء الله مثل ما ذكرت انه انت مؤثر بالسوشيال ميديا. نعم. وايضا اكو زملائك بنفس المجال. نعم. اليوم اكو تعاون بيناتكم؟ بالبدايه كان اكو تعاون بيناتنا يعني بدايه مثل ما قلت كان قبل 3 سنين تقريبا كانت اكو فد جروبات معينه ندخل بها فنختار موضوع معين وبالتالي كلنا نشتغله لكن خلال الوقت كل شخص يعني تعرفين سلك طريقه اللي اخذتهم الحياه الشغل ما اعرف ايش فكل واحد يعني بقى بوحده يشتغل. اليوم المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا اذا مثل حضرتك عنده محتوى هادف شلون يقدر يستمر ويواكب الاحداث ويا كل هاي الظروف؟ لازم انا دائما اكون مطلع على الاخبار
يكون لي تاتش ويا الناس اللي متابعتني، دائما اكون على تواصل وياهم. فمثل ما ذكرت لك انه دائما انا انشر قبل ما يكون اكو فد موضوع معين انا اطرحه، سؤال خانه اسئله موجوده على الانستغرام مثلا او على الفيسبوك او بالخانه مال التعليقات، اطرح في سؤال معين شنو الامور اللي انتم مثلا تعانون من عندها حاليا بالمجتمع العراقي. اكثر الامور اللي شفتها يعني هسه هاي يمكن انت هاي الصوره تنعرض بالجو حاليا، اكو كثير من التفاصيل انت يعني تطرقت لها، منها الفيلر وعمليات التجميل والتشويه لبعض النساء وايضا للنساء وكثير من الامور اللي انت حضرتك مقدمها على مواقع التواصل الاجتماعي. وايضا موضوع الدولار وارتفاع سعر الدولار. عبد الله تشوف انه اليوم انت من خلال رسماتك ايضا موضوع جدا مهم انه المشاهدات اللي تصعد على التيك توك وغيرها المحتوى الهابط، تشوف انه شافت صدى من المؤيد او من المعارض اكثر؟ والله شوفي هو دائما يعني خلينا نقول 50-50 انه اكو هيك واكو هيك. الناس اللي متابعتني ممكن دائما تدعمني اكيد اللي موجوده بحسابي، لكن من قلت لك انا انه اغلب البوستات اللي ننشرها تصعد ترند، احنا نبلش نشوف تعليقات سلبيه كلش هواي لين تطلع الناس اللي هي احنا متقزيها بهذه الرسمه. فنشوف تعليقات سلبيه موجوده هوايه، المواضيع اللي احنا نتطرق لها اساسا هي مواضيع حساسه يعني مو اي شخص يحكي بيها. انا مرات اشوف صور على مواقع التواصل الاجتماعي في الجرائد والمجلات لكاريكاتير لكن غير مفهومه، ممكن انه الرسام كان يعبر عن ما في داخله؟ ممكن انه غير شفته حسب يعني مرات انت ما عايشه هذا الاحساس او هذا الشعور فما توصل لك بطريقه مختصره مثل ما ممكن توصل لغيرك. اكثر المواقع اللي يعني المواضيع اللي داولتها وشفت عليها صدى جدا كبير، اغلب الامور اللي اتداولها هي يعني استغلال الاطفال، تحرش، هذه الامور اللي حاليا بالفتره الاخيره يعني نشوف انه منتشره بشكل كلش كبير بالمجتمع العراقي. فهذه مثل ما قلت لك انه مواضيع حساسه يعني دائما نتعرض للانتقاد بسببها. عماله الاطفال مثل ما ذكرنا، ارتفاع الدولار، مواضيع الهوس بعمليات التجميل وغيرها، يعني مواضيع كلش كبيره موجوده بالحساب موجوده. عبد الله اليوم تشوف انه انت راح تظل مستمر على الكاريكاتير ام راح تدخل يعني في مجالات اخرى يعني اخرى من الرسم، تفاصيل اخرى من الرسم؟ لا انت مستمر بهذا المجال. كحسابي انا مستمر ان شاء الله بالكاريكاتير، بس انا اساسا داخل بغير امور، لكن حاليا ما دا اطرحها على مواقع التواصل. يعني انا بالاضافه الى كوني رسام كاريكاتير انا كاتب وايضا مصمم، عندي يعني تفاجئت ما بغششني باي المعلومه، عندي ان شاء الله كتب راح تنطرح قريبا. فهذه الامور يعني عندي فد نيش معين انا ماخذه بالمواقع مال التواصل انه انا رسام. عندي مثلا تيك توك انا ما اطرح رسومات، انا اظهر بنفسي، انا اتكلم امام الكاميرا مواضيع حساسه ايضا. شو تناولت بالتيك توك؟ اليوم نعرف التيك توك مؤثر جدا في المجتمع العراقي خصوصا على الاطفال والمراهقين اكثر من الكبار. مثل ما قلت لك يعني هو الانستغرام برنامج ممكن انه تطرحين به صور اكثر ما تطرحين به ريلزات او غيرها. فالتيك توك الريلزات اللي ننشرها او المقاطع اللي ننشرها تاخذ صدى كلش كبير، فهو ماكو يعني خانه للصور، انت لازم تطلعين بفيديو تحكين. اكيد. فالمواضيع اللي انا اخذتها قلت لك مواضيع حساسه، انه التحرش، مواضيع مثل استغلال الاطفال، الاغتصاب، العماله، غيرها من هذه الامور دا اطرحها على مواقع او على موقع التيك توك اخذ صدى كلش. بما انه انت مؤثر وايضا عندك مواهب اخرى من الكتابه وغيرها، عبد الله اليوم تشوف انه من جانب الانسانيه انه اليوم التحرش بالاطفال وايضا حالات الاغتصاب للبنات اللي هم ما يتجاوز عمرهم 7 سنوات صح، وحتى اجلكم الله واجل مسامع المشاهدين الحيوانات ايضا صارت تختصر. صحيح. اليوم تشوف الخلل وين؟ بالاهل، بالشخص نفسه، بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، وين الخلل؟ هو اكيد الخلل او السبب الاول هو الاهل، العائله، طريقه تربيتهم. صحيح. السبب الثاني هو البيئه اللي يعيش بها هذا الانسان، احنا الكبت اللي موجود عندنا، الكلام اللي نسمعه، اكو فد حاله معينه ايضا هي تشجيع بين الاصدقاء، نشوف انه دائما يشجع على انه سوي فلان شغله ويا بنيه او ويا طفل او ويا كذا، يعني يحس انه هذه رجوله. فهذه الامور كلها مفاهيم خاطئه موجود عندنا، هي سبب يعني خلينا نقول الاكبر
اذا كان الشخص هذا موجود ببيئه معينه اللي قاعد تاثر عليه حتى يتجه في شيء سلوكي. اشوف تاثير البيئه اكثر من الاهل. احتمال أكو شاب يقضي وقت في البيئه اللي حواليه اكثر من اهله. هسه قلت لك التاثير الاكبر هو من البيئه. نعم. اللي يخليه يتجه ليش السلوكيات، لكن السبب الاول هو اذا كانت تربيه الاهل تربيه مضبوطه، التربيه جيده جدا، فاكيد هو ما راح يتجه ليش امور، راح يعرف دائما يفرق بين الصح والخطا. نعم. عبد الله تتحدث عن كتاباتك لو ما حابب تطرح عنها الان؟ بعدني ما طرحها، ان شاء الله على غير وقت. غير وقت. زين، تشوف اليوم انه الشخص اللي عنده عده مواهب. نعم. ما تتشتت افكاره؟ تشتت. شلون قدرت انت توازن؟ حاولت، انه قلت لك الحساب مالتي ركزت فقط على فن الكاريكاتير، ايضا كنت اطرح كتابات لكن انا الناس اللي متابعتني على مود الرسومات اكثر شيء. فاشوف انه مثلا التفاعل مو قوي، الكتابات اللي انشرها ما توصل، فلازم مثلا اذا انت تريد تدخل باكثر من اختصاص تسوي لك اكثر من حساب، هذا حساب خاص للكتابات، هذا حساب خاص للرسومات. مثل ما قلت لك التيك توك انا اطلع احكي بنفسي قدام الكاميرا، فما يصير انه انت تجمعهم كلهم بحساب واحد. صحيح. نعم. عبد الله، اليوم كل حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لك انه الفئات العمريه اللي تتابعني. اكثر فئه عمريه متابعتك من الى؟ 16 ل 25. هاي الفئه العمريه اللي هي شامله بين المراهقه والنضوج والوعي وليس النضوج. يعني احنا نشوف 16 يعني يعتبر بالغ عندنا بالعراق. نعم. يعني احنا ما شاء الله الاطفال هسه يعني ما شاء الله يعني. نعم. مو مثل ما احنا كنا قبل. بالضبط. تغير السوشيال ميديا، فتحت السوشيال ميديا تليفون اللي هو عمره 3 سنين تلقيه او 4 سنين يفهم. الايباد موجود بيده ما يعرف، اذا اخذتيه من عنده يبكي. صحيح. شلون تهدي؟ ترجعي له الايباد او تجيبي له تليفون. نعم. فهذه صارت مشكله كلش كبيره. طبعا انا ملاحظ ايضا انه تيك توك غالبا غالبيه الاهل ما يدخلون للاعدادات يغيرون الخاصيه، انه مثلا هذا تيك توك يستخدمه طفل. اكو فد اعدادات معينه، انا هذه اوجهها رساله لكل الاهل انه يدخلون على التيك توك للاعدادات يبينون انه هذا التيك توك يستخدمه طفل، حتى الامور يحددوا له الفيديوهات اللي تظهر له، حتى الامور المقاطع اللي تطلع له تطلع على بما يناسب عمره يعني. اتمنى انه من كل العوائل انه ينتبه على هذا الموضوع. عبد الله، وصلت لك الى ختام الحديث. جدا استمتعت بالحديث وياك، والتوفيق لك على كل المجالات اللي انت موهوب بها. شكرا لك وشكرا لحضورك، نورتني اليوم.